لابد أن تكون هنالك تحقيقات واسعة وليس فقط تحقيقات شكلية أو هامشية، باعتبار أن الضحايا ليس بالعدد الهين وهم أبناء الشعب العراقي، وهذا أمر يعني أن الدماء العراقية قد أصبحت اليوم في كل التحقيقات سهلة وبسيطة لكل الأنظمة الحاكمة التي أتت منذ عام 2003 وإلى اليوم. نعم. يعني نحتاج بالضرورة إلى أن تكون حقائق دامغة وواقعية، وعلى المحقق أن يضع في حساباته أنه هنالك دماء سالت، وأن هذه الدماء يعني يتحمل مسؤوليتها الكثير، أكان مسؤولية إدارية من قبل الوحدة الإدارية، يعني كان مدير الوحدة الإدارية، وحتى الموظف البسيط الذي أعطى الموافقة بهكذا بنايات، هذه البنايات لم تكون يعني ضمن السياقات وضمن الأولويات الحقيقية لي يعني الأمن والسلامة والطرق التي وضعت من أجل إعطاء الإجازات بهكذا وحدات بنائية. نعم. وأعتقد هذه الوحدات البنائية يعني التي يعني أثرت تأثير مباشر على سير الحادث، وكانت جزء من يعني العامل المساعد الذي ساعد على قتل أكثر عدد ممكن من الحضور في هذه القاعة المشؤومة. وحقيقة يعني يعني تعبير حقيقي عن ما جرى، لا يعني نتهم أحد ولا نقول إن فلان وكذا، ولكن على المحقق أن يعني يستدرج الجميع أو يضع الجميع أمام عينيه. الآن كلها متهمة، هذا الاتهام من خلاله يمكن التوصل إلى كل الحقائق التي جرت وما تجري اليوم على الساحة العراقية، باعتبار أن التحقيقات السابقة كان مشكوك فيها وكانت هنالك فيها يعني عوامل كبيرة تؤثر عليها، وتغلق التحقيق نتيجة التأثيرات السياسية والحزبية. نعم. والأمنية. نعم، بابليون متورطة أستاذ علاء بشكل مباشر في انعدام وسائل السلامة وأيضا الأمان بالقاعة، والتي يعني راح ضحيتها وتسببت في ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة لعدم توفر هذه المستلزمات الأمان، فهل هذا يفسر بأن الفصائل مستحكمة على المشاريع الترفيهية والاقتصادية؟ سيدتي الفاضلة، ولو أنا يعني ما تعرفين أنا شنو موقفي من الحكومة وموقفي من كل الحكومات التي أتت في عام بعد عام 2003، وما هي يعني أسلوبها وسياستها وتنفيذاتها. نعم، لكن احنا لا نتهم جزافا، نحن نريد حقائق، ولكن انا اقول يعني ليس فقط بابليون، الان يعني كل الفصائل المواليه وكل الفصائل التي ترتبط الان في الساحه هي لها الكثير من الاعمال وكثير من السلوك، وخاصه يعني السلبيه منها وليس الايجابيه، باعتبار ان هذه الفصائل هي ان قالت انها اشتركت في تحرير المدن، فعليها اليوم أن تكون بعيدة كل البعد عن كل ما يجري في هذه المدن من فعاليات، يعني خاصة يعني اللي نقول الحياة المدنية التي ترتبط بالمواطنين، فعلينا أن تكون هذه الحياة خاصة بالمواطنين وليس تخضع إلى متغيرات الفصائل والحشد الذي يقوم بابتزازات كثيرة.